بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. السيد وزير الدولة، السادة الوزراء، حضرات السيدات والسادة، أود افتتاح شغل هذا الاجتماع والذي سيخصص كما تعلمون لبدء العمل بنظام التعريف الموحد للمقاولة أن أرحب بكل الحضور الكريم معربا لهم عن سعادتي البالغة بهذا الإنجاز المهم والذي يدخل في إطار تحسين مناخ الأعمال ببلادنا ووضع الآلية والوسائل الضرورية التي ستمكننا من المضي في ورش تسهيل ظروف اشتغال المقاولة من خلال تحسين الخدمات الإدارية المقدمة لها وتيسير تبادل المعلومات المتعلقة بالمقاولة بين الإدارة المعنية. حضرات السيدات والسادة، أود التذكير في البداية على أن إعطاء الانطلاق اليوم لهذا النظام يعد حدثا مهما في مجال تطوير مناخ الأعمال في بلادنا، نظرا للصعوبات والإشكالات الجمة التي رافقت تقدم هذا الورش، حيث تم إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطوير هذا المشروع منذ عدة سنوات، وأنيطت لها مهمة التفكير في كيفية خلق هذا النظام والوسائل التقنية والقانونية التي يستلزمها. من الأمور التي يمكن أن تضحككم معي أن يعني المرة مع شي إخوان في النقابة قلت لهم بقى هادشي كله كيتسناني، ها ها المقصة، ها التقاعد، ها ايدونتيفيون كومان، أنا وإني جديت عطلت جيت أنا. الحمد لله. أريد هنا أن أتمم الدور الفعال الإيجابي الذي لعبه ممثل القطاع الخاص بجانب ممثل القطاع العام في إنجاح هذا الورش ومشاركتهم الفعالة في تقديم المقترحات وإيجاد الحلول القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة ببلوغ الأهداف المسطرة لهذا النظام. إن وضع نظام التعريف الموحد للمقاولة الذي نعطي اليوم انطلاقة العمل به سيساهم لا محالة في تطوير المزيد من آليات الحكومة الإلكترونية موجهة للقطاع الخاص. بالمناسبة، الحكومة الإلكترونية رأى متأخرة جدا، كما سيمكن من تسهيل تبادل المعلومات حول المقاولة بين مختلف المصالح الإدارية، مما سيشكل مرتكزا للتسريع من وتيرة تبسيط مختلف المساطر الإدارية مطبقة على المقاولة بغية الرفع من دور مناخ الأعمال في المغرب في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. كما أود هنا أن أؤكد على ضرورة التعريف بهذا النظام الجديد لفائدة جل المتدخلين المعنيين في القطاعين العام والخاص للمصالح الإدارية ومقاولات وفاعلين اقتصاديين ومؤسسات دولية، والعمل كذلك على تحقيق التكامل المطلوب مع الأوراش الإصلاحية الأخرى التي تهم المقاولة والتي يمكنها أن تستفيد من تفعيل العمل بآلية التعريف الموحد جديدة. حضرات السيدات والسادة، إن تفعيل العمل بنظام التعريف الموحد يجب أن يشكل حافزا إضافيا للمضي قدما في تنزيل جل الأوراش الأخرى المسطرة في إطار البرنامج السنوي للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال قصد تطوير جاذبية بلادنا للاستثمارات والتمويلات الخارجية، وكذا تمكين القطاع الخاص الوطني من تحسين تنافسيته وفعاليته في خلق الثروات وفرص الشغل. هذه بالمناسبة هذا الترتيب ديالنا الجديد في الدوينغ بيزنس، يعني إذا كانت لا قدر الله عندنا بعض المشاكل لأننا لا نستطيع التغلب عليها كعدم وجود النفط أو يعني أمور أخرى، فهذا لابد أن يعني نتفاعل معها كما نطيق، لكن هذه الأمور في أيدينا. أنا غنتسأل علاش، لماذا نبقى مكتوفي الأيدي أمام إجراءات هي بين أيدينا ونملك أن نقوم بها وترفع درجات ومستويات يعني تنقيطنا يعني في المؤسسات التي تنقط وهي لا مفر منها اليوم، والاستثمارات مرتبطة بها، مازال نفهمش شنو، ما تنطمعش باش نسبقوا سنغافور، ولكن لنقل لماذا لا؟ لماذا لا؟ يعني هم بشر ونحن بشر.
وهنا لا بد من التذكير اننا سجلنا البارحه بكثير من الارتياح التقدم الهام الذي حققته بلادنا في تقرير الصادر للبنك الدولي في نسخته لسنه 2015، والذي اكد تقدم المغرب ب 16 درجه في التصنيف العالمي، مرتقين بذلك من 87 الى 71 من بين 189 دوله، والادراك مدى اهميه الانجاز المتميز الذي حققته بلادنا، ونصح هذا الدور الكبير الذي الضحايا يلعبه هذا التقرير على الصعيد العالمي، الذي يتم استعمال مختلف المؤشرات التي يعتمدها من طرف المستثمرين الدوليين، الهيئات المانحه، وكالات التنقيط، تقييم مدى تنافسيه الدول في مجال نقل الاعمال، واستقطاب الاستثمارات والتمويلات الاجنبيه. كما يحظى هذا التقرير بحضور وازن في الاعلام الدولي وخلال انعقاد الملتقيات والندوات الدوليه، مما سيمكن من تسويق صوره جيده عن المغرب في مجال التحسين وتطوير نقل الاعمال. هذا بالاضافه الى كون قاعده بيانات ومؤشرات التقرير تستعمل بصفه كليه او جزئيه من طرف ما يقرب من 21 تقرير دولي في مجالات تهم الاستثمار والتنافسيه الدوليه. اذا هذا النوفو كلاسمون غادي يكون عنده تاثير كذلك على الكلاسمون الاخرين اللي ماجيين. وللحفاظ على هذا الخط التصاعدي، والحمد لله هذه القضيه راها بالاجماع الان في العالم، لا الذين يزوروننا من الوفود الخارجيه، ولا الذين يعني نلتقي بهم حين نسافر، ولا المؤسسات المانحه، لا احد يعني يشكك في هذا الكلام او يقول عكسه. الجميع يتحدث عن المغرب كبلد يعني جيد مستقر امن، وتتحسن فيه الامور بالنسبه للاستثمار وبالنسبه لكافه المعطيات الاخرى. والحفاظ على هذا الخط التصاعدي وعلى هذه المكانه المتميزه التي اصبح يتبوأها المغرب على الصعيد العالمي في مجال نقل الاعمال، وجب المزيد من الجهود وترتفع الاوراس المفتوحه من طرف الحكومه في هذا المجال، وإخراج الإصلاحات التي لها وقع إيجابي على وقع المقاولة الوطنية وعلى صنف المغرب الدولي. أخصه هنا بالذكر الأوراش التي سأحرص شخصيا على تنزيلها قبل متم شهر مايو إن شاء الله 2015، حتى تشكل أساس الملف المغربي للسنة القادمة بالنسبة لتقرير نقل الأعمال دون بيزنس. بين هذه الإصلاحات المصادقة على الإطار القانوني الذي يخص الضمانات المنقولة، تفعيل نظام خلق المقاولة عبر الخط بشقيه التقني والقانوني، تفعيل نظام خلق المقاولة، إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولة في وضعية صعبة، المصادقة على تعديل القانون المتعلق بالشركات المساهمة. إن إنجاز الإصلاحات السالفة الذكر ستساهم لا محالة في تسهيل حياة المقاولة الوطنية، كما ستمكن المغرب من الدخول في قائمة 50 دولة المصنفة في أعلى الترتيب، وما سيجسد التحاق بلادنا بركب الدول الصاعدة في مجال تحسين مناخ الأعمال استجابة للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار. وفي الأخير لا يسعني إلا تجديد الشكر لكل أعضاء فريق العمل على ما يبذلوه من جهودات حميدة قصد التنزيل الفعلي لنظام التعريف الموحد للمقاولة. اللهم راعي القصد وهدي السبيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.